فلو قال قائل: يا ربي كيف السبيل إليك؟ لكان الجواب: خلي نفسك وتعال، خلي نفسك، دع نفسك، وأتنا من غير نفس، تحت إرادة الله رب العالمين وحده فلا إرادة له، وتحت سلطان قهره فلا منازعة لك، وحذاري أن تذوق طعم نفسك فإنها مهلكة، فخلي نفسك وتعال. فأما قسوة القلب فلا يذيبها إلا ذكر الله رب العالمين، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله رب العالمين، وإنما قست قلوبهم لإعراضهم عن ذكر الله رب العالمين، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولا ذكر الله أكبر، أي أكبر من سائر الأعمال دون ذكر الله رب العالمين. فذكر الله رب العالمين أكبر من كل عمل على الإطلاق، كما مر في حديث أبي هريرة القدسي المتفق على صحته: ولذكر الله أكبر. لا يذيب قسوة القلب إلا ذكر الله رب العالمين. والجنه عرض الله فإنها مجربة جربها الصالحون، وحاشا لله رب العالمين أن يعرض كلام النبي صلى الله عليه وسلم للتجريب، لأنه متى ثبت ثبت، فلا منازعة فيه، وإنما هو أمر للتثبيت، نسأل الله التثبيت. لا يذيب قسوة القلب إلا ذكر الله رب العالمين. فمن وجد في قلبه غلظة، ومن أحس في قلبه قساوة، فلا مذيب لقسوة القلب ولا مذهب لغلظة الفؤاد إلا ذكر الله رب العالمين ذكرا كثيرا. وأما رأس الذكر ومعدنه فهو كتاب الله رب العالمين، الذي أنزله الله رب العالمين في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، أنزله الله رب العالمين دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم في 23 عاما. فهذا شهر الذكر الكثير في كتاب الله رب العالمين. وقد كان من دأب الصالحين أنهم يحلون ويرتحلون في كتاب الله رب العالمين. الحال المرتحل، قيل: وما الحال المرتحل؟ قال: الذي إذا ما ختم استفتح ختمة أخرى، فما أن يفرغ من ختمته حتى يستفتح الختمة الأخرى. وانظر إلى قوله: الحال، فإذا ما انتهى من ختمته فكأنما ألقى عصا التسيار ووضع ناطقه عصا النوى وفارق ذلك كله، ثم اطمأن به مقامه، غير أنه لا يطمئن لعاشق المقام. ما أن يحل حتى يرتحل، ما أن يفرغ من ختمة حتى يستفتح ختمة أخرى. كان من داب الصالحين أن يكثروا من قراءة كتاب الله رب العالمين في شهر رمضان، في شهر القرآن. ومما أثر عن الشافعي رحمة الله عليه أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة، ختمة بالنهار وختمة بالليل. وكذلك أثر عن البخاري رحمة الله عليه أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة، ختمة بالنهار وختمة بالليل. قد تستفضع ذلك، عافاني الله وإياك، غير أننا لا نقول إن أحدنا يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة، وإنما نقول الشافعي ونقول البخاري. وغاية ما ذكر النووي رحمة الله عليه في التبيان ممن كانوا يكثرون من التلاوة، وهذا أمر لا تطيقه أنفس ولا تتحمله أجساد ولا تتصوره عقول، ولكن السلف الصالحين من أتباع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحدهم كما روى النووي رحمة الله عليه في مقدمة شرحه لصحيح مسلم، أحدهم لما حضرته الوفاة في حجرته في خلوته، أتته ابنته فنظرت إلى علائم الموت
تذهب سحائب سحائب على صفحة وجهه، فبكت رحمة بأبيها، فقال: يا ابنتي لا تبكي، فإن أباك ختم القرآن في هذه الحجرة 20,000 مرة، وهذا أمر يستفضعه من يستفضعه، فما هو الحال الأكمل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ختم القرآن في أقل من 3 لم يفقه. أما الحال الأكمل فمن ذكر من السادات رحمة الله عليهم أجمعين كعثمان بن عفان رحمة الله عليه ورضوانه، الذي كان فيما يروى عنه يقوم بإزاء الكعبة متوجها، ثم يستفتح في أول الليل فيختم القرآن في ركعة. وما روى عن أبي حنيفة رحمة الله عليه وعن كثير من هؤلاء رحمة الله عليهم أجمعين فحالهم مسلم إليهم، وأما نحن فعندنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من ختم القرآن في أقل من 3 لم يفقه. والله إنها لمأثرة ومكرمة أن يختم المسلم اليوم القرآن في 3 أيام. فاللهم أعن بفضلك ومنك وجودك وكرمك يا رب العالمين. وأما ما روي عن السلف الصالحين من أن أحدهم كان يسبح في اليوم 40,000 تسبيحة، وروي عن بعضه أنه كان يسبح في اليوم 100,000 تسبيحة، فحالهم مسلم إليهم. وأما نحن فما استحضر قلبك فيه ذكر الله رب العالمين فالزمه، ما وجدت فيه قلبك فالزمه، وليكن أول ما تعقد عليه الخنصر. إذا كنت تقرأ القرآن بتدبر وتمعن ونظر فتكفي ولو آية واحدة في اليوم والليلة، لأنه إذا أحدث لك ذكرى فهذا هو المقصود من كتاب الله رب العالمين. وأما من فتح الله رب العالمين الآفاق أمام عقولهم، وبسط الله رب العالمين الآماد أمام أعين بصائرهم، ومن مد الله رب العالمين الأرض ودحاها مدحوة أمام آفاق أفئدتهم، فأمورهم موكولة إلى الله رب العالمين مسلمة إليه. وأما نحن فعلينا أن نجتهد فيما ينفع قلوبنا، وهذا شهر القرآن تلزم فيه كتاب الله رب العالمين. وانظر إلى أسيد بن قضير رضوان الله عليه صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ ذهب يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال قراءته لسورة البقرة لما استفتح يتلو في جوف ليل مظلم والفرس مربوطة بجوار ولده يحيى، وفي رواية البراء بن عازب، ولعل الذي كان يقرأ في رواية البراء غير الذي كان يقرأ في رواية أسيد رضي الله عنهما، فالذي كان يقرأ في رواية البراء كان يتلو سورة الكهف، وأما عند أسيد فكان أسيد رضوان الله عليه يتلو سورة البقرة. فلما أخذ يتلو كتاب الله رب العالمين والفرس مربوطة ويحيى ولده نائم بجوارها، جالت الفرس فخاف على يحيى فسكت، ثم عاد القراءة فجالت الفرس أكثر من المرة الأولى فسكت، ثم عاد القراءة فجالت الفرس فسكت ولم يتل بعد، ورأى كمثل الظلة مثل القناديل فوق رأسه، فذهب في الصباح يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تلك الملائكة دنت لقراءتك القرآن العظيم، ولو أنك ظللت تتلو القرآن في ليلتك تلك لدنت منك الملائكة، وأصبح الناس ينظرون إليها في شوارع المدينة. من قرأ القرآن فهو في معية الله رب العالمين، لأنه يتلو كلامه، وتنزلت عليه ملائكة الرحمن رب العالمين، لأنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فاللهم مسكنا كتابك العظيم، اللهم مسكنا كتابك العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم حملنا كتابك الكريم، حملنا كتابك الكريم، حملنا كتابك الكريم، اللهم حملنا كتابك الكريم، اللهم حملنا كتابك الكريم، اللهم حملنا كتابك الكريم، واجعله لنا نورا في قبورنا نورا، اللهم اجعل القرآن